الحمد لله كانت جلسة بين مسؤولي حزبين، كانت جلسة يعني مفيدة، كان فيها تواصل جددنا فيه تشبث العدالة والتنمية بالتقدم الاشتراكي كحليف استراتيجي، وما سمعنا من إخواننا في التقدم الاشتراكي إلا الخير والكلام الطيب. الاشتراكية لا أحد يمكن أن يدفع حزب العدالة والتنمية إلى تبني موقف سلبي من حزب التقدم والاشتراكية، هو تحالف الاستراتيجي، والتحالفات الاستراتيجية ما تتكونش فيها بعض المواقف ولا بعض القرارات متعلقة بشخصين أو بمكان أو هي التي تقرر التحالفات الاستراتيجية. إحنا كحزب العدالة والتنمية قررنا ولازلنا نقول بأن هذا التحالف هو تحالف استراتيجي سيخدم المستقبل كما خدم الماضي والحاضر إن شاء الله رب العالمين.